كغيرها من المدن الليبية، تعاني مدينة سرت من نقص في الكوادر الصحية بعد عزوف العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل منذ العام الماضي بسبب عدم استلامهم لمستحقاتهم المادية. الضغط الكبير الموجود الآن في مراكز العزل الطبي في سرت، والذي يعود إلى ضعف الإمكانيات وقلة العمالة، تسبب بالضغط المباشر على العناصر التي تحاول القيام بواجبها وواجب غيرها. يوجد لدينا العديد من المشاكل، أهمها عزوف العناصر الطبية داخل قسم العزل، وذلك منذ مباشرة العناصر الطبية والطبية المساعدة عملهم في شهر 8 سنة 2020 لم ترد أي مستحقات مالية للعاملين داخل قسم العزل. نتمنى من الجهات المسؤولة ووزارة الصحة تكثيف الجهود لمستحقات العاملين. هذا وساهم عدم جدية المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية التي تحميهم من الفيروس في تفاقم الوضع الوبائي وزيادة تدهور المنظومة الصحية للمدينة إثر ارتفاع حالات الإصابة بصورة سريعة وحاجة بعضها للدخول إلى مراكز العزل. نتمنى من المواطنين داخل بلدية سرت، خصوصا بعد ما لاحظنا افتتاح العديد من المقاهي والازدحام، كذلك عدم ارتداء الكمامة، نتمنى من المواطنين أخذ الموضوع بجدية. نتمنى تشديد الإجراءات الاحترازية، لبس الكمامة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وكذلك الحد من المناسبات الاجتماعية. النداءات الإنسانية من الأطباء لوزارة الصحة لم تجد ردا حتى الآن، حيث طالب أطباء مراكز العزل في الوزارة الالتفات لطلباتهم حتى يتمكنوا من مساعدة المرضى. نتمنى من وزارة الصحة أن السراع في سداد المستحقات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، تركيب منظومة أكسجين مركزية لقسم العزل والتي كانت وعود من حوالي شهر ونصف والآن لم تصل، أيضا إمدادنا بالتجهيز الطبي اللازم خاصة بعد التوسع اللي حصلت أمس في القسم من أجهزة نفخ صناعي من مونيتر، أيضا العمل على مدنا بمزيد من اسطوانات الأكسجين لأن المصنع موجود صحيح ولكن قد يعطل في أي وقت، فنصبح نحن في مشاكل كما حصل في الأيام الماضية. نتمنى من وزارة الصحة ومن بلدية سرت الوقوف وقفة جادة لمركز عزل سرت وإمداده بكامل التجهيزات اللازمة. ضعف الإمكانيات واستهتار المواطنين بالتعامل مع الفيروس جعل البلاد تعلق في خندق واحد، فلا هي قادرة على نشل مواطنيها ولا مواطنوها قادرون على دفع البلاد للخروج منه.